معاك الرائد محمود يوسف من مصلحة الجوازات والهجرة. أهلا يا فندم. معلش يا أنسة نجلاء، أنا جاي لحضرتك في مهمة سخيفة شوية. الإقامة بتاعت حضرتك في مصر انتهت وفي أمر بترحيلك من البلد، وإحنا هنديلك مهلة لنهاية الأسبوع ترتبي أمورك عشان تغادر البلد. إيه؟ أنا ما أقدرش أمشي من هنا، مش هينفع أرجع بيروت، أنت عارف مشاكلي هناك. اتصرف يا شوقي، شوف لك حل. يعني نتجوز وناخد الجنسية؟ ما هو الموضوع برضو. أنا قلت لك 100 مرة الموضوع ده ما تفتحوش تاني، روح شوف شغلك. يا استاذ ايه اللي رايح فين؟ طالع الفندق، ايه اللي رايح فين؟ اوعى كده، اوعى انت وهو. هو انت في زيك يا استنجله؟ والنبي يا اختي انا حاسه ان ربنا حيشلك خير كبير قوي، اهو باين اهو قدامي في الفنجان، عريس زي فلقه القمر، طول ايه وعرض ايه، يخرب يخرابي جاي لك بيخبط على الباب. سلام عليكم. طول بعرض؟ انت متاكده؟ ظهر يا اختي البني مغشوش. انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي، مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه بالمدرسه التجريبيه الحديثه. مين فيكم نجلاء وجدي؟ يعني حضرتك مش عارف؟ وانا هعرف منين؟ ما انتوا العمليات التجميل اللي بتعملوها ليل ونهار في خلقيتكم بتلخبط الناس. خلصوني، مين فيكم نجلاء؟ نعم انا نجلاء، عايز ايه؟ بص يا بنت الناس، انا مش جاي اقطع عيشك، انما من حيث حفله المدرسه احنا استغنينا عن خدماتك خلاص، شوف لك حته تانية امشي غني فيها. انت ازاي بتكلمني كده وبصفتك ايه؟ اسر الكلام، ولا صفتي ولا نيلي، غنى في المدرسه عندنا مش هتغني ولو ببلاش. شوفي ولو ببلاش، والعيال دول تسيبك منهم خالص، دول لسه عيال صغيرين تراي، اهاليهم صارفين عليهم ياما، فاهم ولا لا؟ انت بتهددني ولا ايه؟ انا لو ضربت الجرس دلوقتي 4 يجوا يشيلوك يرموك بره. اللغه العربيه الفصحى، ركز وركز واصحى اصحى. اهلا 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 بالشباب، اهلا بالعرسان. اللي جابك انت هو في سعادي؟ انت four years old and I was so young and there's a pool and I can swim and I drown and I swim. قوم يا قد انت هتمثل لي، قوم يا قد يا تافه انت واقف مبوسها وانا واقف. وانت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي اسال حضرتك على الواجب، اعمله مره ولا ما اعملوش خالص؟ عشان انا عايز اخد تيتا امشيها رجليها ورمه، وانت عارف ست كبيره ما بحبش ماما. تيتا؟ انت هتخلف امك وستك تاني؟ ده انت ليلتك سودة. وانت ايه اللي جابك؟ لا انا ما جيتش. انت ايه؟ انا ما كان في ظروف ومنعتني، ما عرفتش هيك. انا جيت فين؟ انا جيت هو شواف معانا اساسا. انت بتستعملني؟ انا لو جيت كنت قلت يا استاذ. والنبي انا اوريك انت جيت ولا ما جيتش. طب يمين بالله العظيم ان هغمض وافتح، بص تغميضه كده وتفتحها كده، لو لقيتكم في المكان يا ناس اللي الدسمه ديت عليكم. وهي راحت فين دي كمان؟ انت رحت فين يا اختي؟ تعالي تعالي يا اختي، انت لسه شفت رعب؟ اسمع اما اقول لك، ثلاثه بالله العظيم انا هفتش على العيال دول هنا كل يوم، هاجي صبح وليل صبح وليل، ولو لقيت عيل فيهم لا هخليك تنامي تحلمي بحاجه واحده، هي رمضان مبروك ابو العالمين حمودي. لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لأنجاس مناكيده. اي والله حكم فيه ناس كده نفسيتها زي نفسيه العبيد بالظبط، ما يمشوش الا بالعصايه او بالخرطوم او بالجسمي. وديني وايمان انا ماسك نفسي، انا لولا بس ابوك كنت فرمته. هي مش وزاره التعليم لغت الضرب في المدارس؟ ايوه. وابوك وزير؟ ايوه. ما تخليش فلان حلف الفرعون ده. هو فرعون كده غير ابويا؟ ايه يا حباب كبيرك انت وهو بتبغبغ في ايه؟ بقى تبقى صايع وضايع وفاشل ومالكش قيمه في المجتمع وبتبغبغ في الكلام؟ اسمع انت وهو، من هنا ورايح كل واحد فيكم هيديني تمام، من ساعه ما يخرج من داره الصبح لحد ما يرجع ويترمي في سريره، فاهمين ولا لا؟ ويا ويل، اقسم بالله يا ويل، يا مين بعظيم ابدا اللي الشيطان هيوزه ويروح هيه او هيه، هيلاقيني قاعد في هيه وهيه، فاهمين ولا لا؟ فاهمين. عايز اسمع صوت. فاهمين؟ فاهمين. الخلف ضر، ايدك على خدودك، اللطم على الخيبه والويبه، ابتدي. هات امي من السايق، هات امي من السايق. انا كلب سوري لوت، انا مش سامع لطم فوق. قلت مالك؟ امال لو وزير رايح بتاع ايه؟ ايوه يا امي من السايق. مش هسيب مين يا هلا؟ مش هسيب نفسي. ايوه هسيب نفسي. تطهير النفس من النفوس الذكيه. طهر نفسك ولا طهر؟ اهو طهر لحد ما تشوف كم نازل من وشك. طهر ان شاء الله.
هينزل بلدك من وشك الدم. بلد اللي تسيبيه انا هخلي ابويا يحلها. انا اللي هحللك الموضوع ده يا نجلة، اعتمدي عليا انا بس. ميرسي قوي يا جماعه، انا فعلا فرحانه ومبسوطه بمشاعركم دي، وده اللي مصعب عليا السفر، بس عشان خاطري امشوا دلوقتي، انا مش عايزه اعمل لكم مشاكل. مشاكل ايه يا نجله؟ احنا لا يمكن نسيبك. استاذ رمضان جه هنا وزعق وحذرني لو شفتكم ولا قعدت معاكم مش هيحصل كويس. وهو ماله؟ هو هيتحكم فينا ولا ايه؟ ده انا هوديه في داهيه، ده اللي خلي ابويا يرفضه ويشتم اسمه من المدرسين خالص، وفي الاخر هيبيع سندوتشات في الشارع ومش هشتري منه. وانا وديني وايماني لضربه عشان انا خلاص اتخنقت من البني ادم اللي بيدرس لنا ده. يا رب يا ساتر. اتفضل يا استاذ رمضان اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل. ما تاخذنيش يعني انا بجيلي في مكان شغلك، يعني ممكن تكوني مشغوله بس انت عارفه العيال دهم في رقبتي. بس والله الحقيقه وانا جاي لسمعت الساده المعجبين بيكي بيغنوا اغانيكي، وده دليل على النجاح الحمد لله. اهي الاغنيه كانت بتقول ايه؟ اللغه العربيه الفصحى ايه؟ استيقظ وركز واصحى. والنبي دي اسمه كلام؟ دي كلام دي يا جماعه ايه؟ المفروض تنقوا كلام يعيش مع الجمهور. مش عارف في ايه في ظهوري. لا مؤاخذة معلش انا اسف انا اسف، والحاجات ديت مضايقاني من ساعة ما جيت، من ساعة ما جيت مضايقاني. يعني انا ممكن اقول لك نصيحة، انت المفروض تغني لابو تمام، للبحتوري، لاحمد به شوقي. لو هم اصحابك يعني عرفني بيهم يا استاذ رمضان وانا هاخد منهم شغل. اصحاب مين؟ ناس دول هات محمول بتاعهم، دول ناس راحوا لرحمة الله من عشرات السنين. لا انا في برد، في برد مش في زوري بس، ده كمان ده نازل لحد كعوب رجلي. ايوه النبي كعوب رجلي تنقح علي. لا مؤاخذة معلش انا مؤاخذة على الجزمة، حتى بردك هنضافة لان الموكيت ايه؟ الموكيت ما يتوسخش. مؤاخذة مؤاخذة المكتات بتبقى نظيفة، المفروض كنت اقلع الجزمة بره معلش سامحيني. لا 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 الموضوع عايز مية، ممكن حبة مية ولا هنا مية بفلوس ولا ايه؟ تفيد اجيبي مية للاستاذ رمضان. مش عارف ايه في شرخة كده. شكرا شكرا يا بنت اسمك تفيد. الف شكرا. يخرب بيتك يا تفيد سخنة نار سخنة نار، بس هعمل ايه؟ سيبك من المرة والكلام ده كله، سيبك من الحاجات دي، انا حاسس ان انا هرجع وعندي انتفاخ. حياتي اللي بعد انتفاخ. ممكن الحمام؟ لا مش هلحق الحمام، ممكن ارجع هنا. ارجع لها ارجع لها يا جزمة يا جزمة انت اهو اهو اهو. يا استاذ رمضان معلش معلش انا قاعد ساعة تحت النقابة وعارف ان عارف ان هم هيجوا جم. معلش يا استاذ رمضان ما بيحضروش الحصص هيسقطوا. ما تزعلش نفسك. احنا جاهزين يا مدام. شوقي مدير اعمالي واستاذ رمضان مفروك ابو مدري شو حموده. ايه ايه اللي مفروك ومدري شو؟ ايه يا ستي فيها ايه؟ ان الاستاذ رمضان مبروك ابو العلمين حموده مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه بمدرسه التجريبيه الحديثه. اهلا اهلا اهلا. ايه دي؟ هو دي مجنون ولا ايه؟ اللي مالكش فيه مالكش دعوه بيه، مالك بيا خليك في حالك مش في قالك عايز I'm not afraid to die.
بيا خليك في حالك مش فايقالك عايز مني ايه 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 يا رمضان يا رمضان نهار اسود كويس مفيش حد معاني انت هتخرج من وقارك ولا ايه هتمشي ورا الحاجات الهابطه دهيا لا والنبي ما اخرج من وقاري ابدا واهدي ايه الكركبه دي الله يخرب بيتك يا تفيدي بتاخدي شيء وشويات قدام عيني ومش عايزه تشتغلي الناس خلاص بقت تقبط وما تشتغلش واهدي التمزير وصل لده كله جزمه دهب جزمه يلا ان شاء الله تتحقق نار جهنم يا حلم يا حلم يا حلم يا عيني عليك وعلى ايامك الله يرحم ايامك كان الحب بجد ايوه مش تغاري حياه النبي بعد انت وحشتني ما تشوفيش وحش يلا البسي البسي اللي تستاهل انت عرقانه خدي طب لبسهولي لبسهولك يعني هي تفيده لازم امها تعيا النهارده تعرف يا رمضان انا ابتديت اتعود عليك بحياتي ايه رايك نطلع عندي البيت نتعشى مع بعض انا نفسي اطبخ لك بايدي والله عندك في البيت ايوه والحاج والحاجه موجودين الحاج والحاجه مين دول الحاج والحاجه مين ابوك وامك نونو بابا وماما في بيروت بابا وماما في بيروت هو احنا نروح ناكل في بيروت هناكل في بيروت ايه هناكل هنا طبعا لو انت قاعده لوحدك في البيت هنا ايوه لوحدي انت مش واثق فيا ولا ايه لا طبعا انا واثق فيك طب ومش واثق في نفسك لا انا بعون الله واثق في نفسي 100% امال ايه انا بس بقول عشان ما نبقاش لوحدينا ما احنا لوحدينا اهو لا احنا هنا مش لوحدينا معانا كنب وكراسي ونجف ايوه كده اضحكي انا بصراحه يعني مكسوف من وجودي هنا كل يوم خصوصا ان الولاد ما بقوش يجوا مالك فيه ايه لا مفيش بس انا لازم ارجع بيروت بعد يومين وبصراحه كده مش عايزه اسيب مصر معلش ان شاء الله تجيلها تاني بالف سلامه وبعدين تشوفي اهلك وتنبسطي وانا انتهزها فرصه اروح البلد يومين انا كمان بس انا كان نفسي اقول لك حاجه قبل السلام عليكم اقول الشاعر نعم انا مشتاق وعندي لوعه ولكن مثلي لا يزاع له سر اقوله تاني يا مستر حلو مستر نعم أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يزاع له سر سر سرك تعرف يا كاسانوفا أقوله تاني لا يا أستاذ ده هي تسد نفسكم يعني مثلا شوف الشاعر قال إيه قال حاجة جميلة قوي وغناها الأستاذ الراحل الفنان عبد الحليم حافظ بتقول الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمق وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورق إني أغرق أغرق ثلاثة بالله العظيم بغرق إني أغرق إني أغرق أغرق القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا القمر لجزيرة أبعد الخيال لا شافتها عين ولا مرت ببال يا 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 حبيبي شفت واخداني الأماني لحد فين شفت بحلم 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 قد ايه القمر خدنا القمر عامل لي عبد الحليم ولا مين طبعا مش عارفني نسيتني خلاص انا ضميرك يا حيوان اعوذ بالله امال ابليس شكله ايه واخر انت يا رمضان بتحب البنت اللي اسمها نجله يا سلام وانت سايبني لما اغرق لشوشتي وجاي دلوقتي تعمل لي فيها شيء غفر البنت ده هي اللي تتقطع علاقتي بيها نهائي وانت اسمع اسمعني بس اني بضعف من حلاوتي اما بشوفها جدتي بتتلبش بتضعف وقدرت تقولها يا راجل اي سيب ناخد حريتي بقى ده انا لسه هوريك العذاب اللي عمرك ما شفته الظاهر ان انا سمعت عليه كتير انما من دلوقتي وطالع انا صحيح استاذ رمضان ازيك
أنا أسفة أنا جيت لك من غير معاد، بس أنا كنت عايزة أتكلم معاك لو ممكن يعني. طب ممكن ثانية واحدة؟ ثانية واحدة طبعا. ها أعمل إيه؟ عايزاني أروح وإياه؟ يا سلام، يعني نمت.